يلا بينا نعمل الفراخ المسلوقه بطريقه حلوه قوي. طبعا مفيش اسهل من طريقه الفراخ المسلوقه، بس انا هعملها لكم بتركايه حلوه قوي، بتدي طعم حلو قوي للشوربه وبتدي كمان طعم حلو قوي للفراخ. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. عندي حله على النار، هحط فيها معلقه سمنه بلدي، حطيت فيها معلقة سمنة بلدي، تمام، وحط كمان معاها فص مستكة، فصين مستكة كده يدوبوا مع السمنة. وعندي هنا كمان طماطمية مقطعها كده وبصلاية، هحطها كده واشوحها في السمنه لحد هتاخد لون معايا، واحس ان هي الطماطم مع البصل عملت كده اكني بسبكهم، عملت كده تسبيكه. شوحهم كويس جدا لما ياخدوا لون. هو ده اللي انا عايزاه، شايفين بالشكل ده. بعد كده هنزل بالفراخ بتاعتي بسم الله واديها صدمه، وعلى الفراخ مكتوبة كويس جدا. هقلبها كده مع الحاجات دي، وما تاخد لون هقلبها على الجنب التاني. عندي هنا كمان فص توم، هي كده اخدت لون. عندي كمان هنا فص توم، هحطه كده واقلبه مع الحاجات دي. فص التوم برضو بيديها طعم حلو قوي للفراخ، وبيدي الشوربه طعم جميل جدا. واقلب الحاجات دي كلها كده مع بعضها لحد ما ريحه التوم تطلع، وبعد كده هحط الميه. عندي هنا بقى البهارات بتاعتي، عندي حبهان وورق لوري وفلفل حسط، هحطها كده عليهم. في المرحلة دي بقى شم الريحة، الريحة بتاعتها خطيرة جدا. بعد كده عندي مية مغلية، هحط عليها بقى المية، واهم حاجة تكون المية مغلية. بسم الله. متكتريش بقى مية عشان خاطر تاخدي يعني شوية شوربة حلوين منها. بس كده هغطيها انا واسيبها تستوي كده مع بعضها. شايفين اصلا لون الشوربه من دلوقتي عامل ازاي؟ هغطيها واسيبها بقى كده مع بعضها تستوي، وبعد كده اوريكم الشكل النهائي بتاعها. الفراخ بتاعتي استوت، شايفين لون الشوربه، لونها جميل قوي وطعمها حلو جدا. الطريقه اللي قلت لكم عليها بتدي للشوربه طعم حلو جدا، وبتدي كمان للفص بتاع الفراخ طعم مميز وجميل جدا. جربوها، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان فولو على صفحتي على الفيس وتعليق حلو كده زيكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه. شايفين لون الشوربه جميل ازاي؟ وده كان غدانا النهاردة، فراخ محمرة ولوبيا، شوربة جميلة لونها جميل وطعمها جميل جدا، ورز أبيض. ده كان غدانا النهاردة، يا رب يعجبكم. اشوفكم على خير فيديو جديد.